شريف من 3 سنين قرر إنه يطلع على تركيا، وقلت على الأأمن يعني. هون شفت أولادنا ما في أمان إلهم طاول، ولا في شغل ولا في شيء. قلت بخليه يطلع يعني، خلي يشوف مستقبله، يعيش مثله مثل هالشباب. اجوا لعنا صاروا انه يشتمونا ويسبونا هيك، وحكي انه يعني استفزونا فيه مشان نطلع، يقولوا لنا افتحوا الباب وهيك شغلات، ويبزقوا علينا من الشباك. شريف طلع اول واحد قدام الباب متر تقريبا، يعني ما لحق. لو بدي يسرقوا، لو كان انه في مثلا بيجي يتسرق، كان الشباك مفتوح يعني، في والباب يعني ما كان انه عادي يعني بيخلع. اجوا صاروا يستفزونا انه بس نطلع هيك بدافع عن صوري يعني، بس انه ما في شيء بيناتنا ابدا، ولا بنعرفهم ولا بيعرفونا. بعض الأحزاب ما في عندها أي مشروع غير مشروع عودة اللاجئين أو تسليط الضوء بطريقة سلبية على اللاجئين، لدرجة أنه صار في عند التركي صورة افتراضية عن اللاجئين السوريين.